عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ انتم على خير؟ المهم احنا جينا القريعه على حساب سلمي. سلمي، السلام عليكم. لاباس عليكم؟ انا عاوتاني. المهم بنات حنا جينا حنا جينا على حساب دوك طلامط، نشوفوا واش كاينين دوك طلامط ديال 25 درهم. صراحه تيكونوا زوينين لهذاك الصالون، لحقاش كاين عطلامط وحدين لهذاك الصالون. غادي نشوفوا وشوفوا الالوان، ديكم معنا، شوفوا معنا حتى نتوما داكشي، وهانتوما معنا وحنا في القريعه. شخصيا قريعه عامره البنات، هلا تقولي ما كاين لا كورونا لا والو. ايه والله الله الله، عرفتوا جينا دابا لهاد البلاصه ديال العود، انا غنسكن هنا. ديك الريحه ديال العود البنات كتعجبني. حنا جينا البنات لهاد البلاصه هادي فين كاين، شوفوا البنات هادشي شحال زوين، شي واعر واعر. الله يجيب التيسير، الله يسهل. هاد الميادي شحال زوينين، واحد الرويحه يا البنات هنا ديال الكولا، ما شهيتكم فيها. حنا مشينا لدابا لديك البلاصه ديال الطلامط، نشوفوا حنا تابعين نشوفوا الرخام، نشوفوا شي حاجه اللي هي زوينه، وراكم معانا غادي ندوركم ان شاء الله معايا وتشوفوا كل شيء بعينيكم. ها انتم البنات شوفوا الالوان، هادو زوينين مخمليين، زوينين عجبوني. 280 درهم ولكن راه زوينين. ها انتم البنات تبارك الله، شوفوا هذوك الزرقين حتى هما زوينين، ها هما شتوهم. بغيت نقرب ليكم هذوك 270 درهم، كاينين هادو تاهما، كاين هاد الزرق هذا وكاين هذا. هذوك حتى هما داك الزرق زوينين، هاد الفيغ حتى هو زوين، فيغ بيستاش هذا حتى هو زوين. هادو تركيا، هادو تركيا كلهم، بس كاين البروكر ديال البلاد وكاين تركيا، يعني البلاد ناقصة ما شفتها، ناقصة بالكاريكاتير. هادو هما اللي هادو روميين وموديل جديد. السلام عليكم. صوري هادو صور، كاينة الزواق هادو. هنا هو. هادو نفس الثمن. لا هادوك الثمن بوحدهم، بغيتي غير نشوف اللي عجبك، أنا كل حاجة ثمن. ولأني دابا خاص تقول لي الثمن باش نشوف. هادو 70 درهم، هادو 80 درهم. ويلي انا كنصحى بهادشي ديال 25 درهم. 25 درهم بلا ما دير غير زادر بوحدهم، هذا كتب ديال الزادر باش مصايبين احسن من ديال 25 درهم. لا هذا عندك هكا وتا هذا الموديل هكا زوين. هذا مخير، هذا راه كيجي تفريش عندك، شير فيه على المارو ديالو، شير المارو ديالو. وصب نورد ما تخافي عليه والو. دابا انت يعجبك هكا، انا يعجبني هكا. راه تا شفت لك هاد الجوج والالوان طلامط، وهذا كاين في الالوان، كاين كذا الوان، كاين هذا كاين هذا وكاين هذا، هذا هما الطلامط وهذا هما الخديات. ديكور كيجي مخير كاع، انا بغيت تزيدي زياده المخادم حيت الديكور صغار. حتى بالنسبه للخضيطه حتى هو خضر زوين، حتى هو عاطي لون زوين، ولكن سبحان الله دابا راه هذا اللون اللي تيبان في الخضر لهي ماشي هو هذا اللي تيبان هنايا في التليفون، كيبان غامق في التليفون. يعني انتم البنات راه عزلنا داك الموف، الموف زوين. خديت هذاك اللي غايي، راه هو اللي هذا اللي غايي، وفي المخاد الوريدات باش غادي يجي بحال هكا المنظر بحال هكا. المهم راه مع الخياطه مع كلشي راه هما تيخيطوا هما في كلشي البنات. حنا انا جيت على حساب هذاك ديال 25 درهم ولكن ما لقيتهمش. ايوا دابا انا دابا كنتشطر مع السيد باش نشوف شحال غادي ينقص ليا وداك الشيء، وله يحشمنا ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين، اموركم مزيانه، نتوما على خير. سمحوا لي راني يومين ما حطيتش فيديو، وسولتوني قلتوا لي على الفيديو زعما يومين ما حطيتيش، فاش غنقول لكم هذاك المقطع اللي شفتوه ديال الطلامط راني صورته هذه 3 ايام،
وما تمكنش انني نكملو ولا نهز التليفون ولا الخاطر باش نهز التليفون ولا شي حاجه. كيف ما راكم عارفين واحد السيد كنعرفوه مسكين ناعس في الكلينيك في حاله زعما الله يشوف فيه وصافي، ما بغيش نقول حاله خطيره لان كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى ويقدر يحل عيني في اي لحظه. فكنطلب منكم البنات الله يعطيكم الستر انكم تدعوا معاه بعدا ينوض ويشوفوا عائلته واش غنقول لكم واحد المنظر ما نكذبش عليكم. فالبارح صيبنا احنا الغداء، علاش ما قدرش نصور؟ لاننا صيبنا الغداء وداكشي ودينا، لان كل شيء كاين الناس اللي واقفين تما في الكلينيك كيفطروا ويتغداو عا في المحلابه، فكل نهار ديك الماكله ديال المحلابه ماشي بحال ماكله الدار. طيبنا انا وإلهام داكشي اللي قسم الله، استغليت الفرصه انها جات وطيبنا داكشي اللي قسم الله وديناه الغداء وبقينا تما حتى العشيه. عاد جينا عرفتوا البنات كنمشي في الصباح وكنجي حتى العشيه كنجي مدقدقه، ما قاده نصور ما قاده نهز التليفون، ما نكذبش عليكم زعما الهلا يعطيكم شي حاجه بحال هكا اللي تشطنكم والخلعه. انتما شوفوا بقيت كنشوف دابا داوي وكنشوف غير في الطوانق. هادو كانت جابتهم ليا واحد صاحبتي دائما مسكينه، كل عيد ميلاد ديالي كتجيب ليا كادو، كل عيد ميلاد ديالي كتجيب ليا كادو ومسكينه وجابت ليا شي كادوات وزعما اش غنقول لك ما خلات ليا ما نقول جاتني فهاد الوقيته اللي ما قاده نفرح. انتم البنات وجهي وريكم غادي نوريكم غير اشنو زعما جابت ليا دغيا دغيا باش ما نديرش ما نكثرش عليكم. عرفتوا باغا نصاوب القصص ديال عيشورة المالحين والحلوين، باغا ندير معاكم بزاف ديال الحويج، وجا هاد الظرف راه 5 ايام هادي وواقع هاد المشكل. واش غنقول لكم ما عنديش الخاطر اللي نهز التليفون ولا ندير فيه حتى شي حاجه. صورت لكم والبارح وما كنصور وغير بزز، والصباح كنمشي انا وماما الصباح وما كنجيو حتى العشيه. المهم انا غادي نمشي للصالون وغادي نوريكم غير هاد الكادوات اللي جابت ليا صاحبتي، فكنشكرها بزاف 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 صراحه. هاد عامين الاخرى ولفاتني هاد القضيه، فين ما كيقرب العيد ميلاد ديالي كتجيب لي، دابا شهر 8 العيد ميلاد ديالي، فين ما كيقرب كتجيب لي مسكينه داكشي اللي قسم الله، كتقول لي شوفي ما تقوليش ليا نتيا ما كتقصريش معايا حتى انايا دايره معدله قناه لا والو، باش ما ينوضوش شي وحدين يقولوا حكاره عندها قناه معدله قناه لا والو. وكاينين كاع اللي ما كيكونش عندهم قنوات وكنهضر عليهم، وكاينين اللي كيكون عندهم قنوات وكنهضر عليهم وما كيكونش مقابل نهائيا، وماشي انا اللي ناخذ مقابل من عند شي واحد على حساب شي حاجه نهائيا، ما كايناش هادي. حيت في هذاك الفيديو اللي فات ديال ديك ديال العصاره ديال القهوه وداك الشيء راني قلت غادي نذكرها وذكرتها، ولكن مع ذلك شي وحدين قال لك بان وليتو كتسعى وليتو نتوما كتسعوا من صحاباتكم، ممكنش الهدايا راها شي حاجه اللي الله سبحانه وتعالى ما قال عليها حتى شي حاجه، ورسول عليه الصلاه والسلام قال تهادوا تحابوا. راه كيف ما انا كيجيوني هدايا حتى انا راني كنعطي هدايا يعني بحال بحال، غير الفرق هو انني انا كنشاركهم معكم، كنقول البنات شوفوا راه هاد السيده وهاد السيده هادي اللي في ايطاليا فاطمه الزهراء راها كليانتي ملي كانت في عين الشق سنوات، دابا راه جايه لسبع سنين وهي الكليانه ديالي كتدي من عندي الحلوى كل عام، وبقات هاد الصدقه ديالنا. وبالنسبه للدواء حيت شي وحدين قالوا لي ما كاينش دواء بلا طبيب، راه ما كاينش دواء في الدنيا بلا طبيب. هذا الشيء انا اللي جابت ليا، راه مشيت للفارماسي وعرفت المعلومات ديالو وداك الشيء علاش انايا كناخذ منه. بالنسبه لفاطمه الزهراء راها كتاخذ الناس اللي ما قادرينش يشريو داك الدواء، مثلا شي حد عنده 1000 درهم ديال الدواء، 600 درهم، 10000 ريال ديال الدواء، وعندو الورقه ديال الطبيب كيصور ليها الورقه وهي كتاخذ ليه داك الدواء خوه من برا هي على حسابها في سبيل الله. وهي دابا مع تبارك الله يعني ماشي تبارك الله، راه ما كرهوش كل شيء الناس ما يكونوش مخصوصين، ولكن ملي كنت قلت لبناتي يدخلوا عندها على حساب باش اللي خاصها شي دواء ولا شي حاجه كانوا الناس بزاف بزاف، فهي اضطرت تاخذ واحد بعض الناس
تصيفط لهم الدواء، وثاني المرحله الثانيه تصيفط عاوتاني، وهكذا وهكذا تبقى حتى تعطي الناس كاملين اللي كتبوا ليها في لي كومونتير. هذا هو السيستم اللي غادي دير باش حتى هي ما تخربقش ما بين الناس وتعرف اشنو كدير وصافي. وهذا هو اللي كاين، ف ما كاين حتى شي حاجه. وواحد الحاجه ثاني بغيت نوضحها، نيت موضحه خليوني نوضح. البنات راه ملي كنكون شاده التليفون وكناكل، كتجيكم نتوما هذه ليسريه، هذه راه لي منيه ديالي، كناكل بلي منيه. نتوما كتقولوا لي حيدي ما تاكليش بليسريه، راه التليفون كيبين دائما العكس، كيبين هنا مقلوب. دابا انا هذه هي لي منيه ديالي وهذه هي ليسريه ديالي، غير باش بعض الناس اللي كيصحابوني انني كناكل بليسريه. وهذا الشيء اللي كاين، غادي نديكم دابا غير نوريكم غير هذوك الهدايا اللي خدات ليا صاحبتي بمناسبه العيد ميلاد ديالي. عيد ميلاد ديال البنات راه هذا الشهر، نهار 23 في شهر 8، غادي نزيدني واحد العويم. الله يكبرنا على طاعة الله ورسوله. بالنسبه للسيد مول الطلامط، راني حتى انني نصيفط ليه العبار، دايره معاه انني نصيفط ليه العبار في الواتساب، لحد الان ما ساليتش باش نصيفط ليه العبار. عطيته العربون وكل شيء، ولكن خاصني نصيفط ليه العبار باش هو في خلال قال لي يومين غنكون صيبت لك، درت على خياطه عاديه البنات. المهم انا غنشارك معكم كل شيء، ديك الساعه ملي يمشي عنده راه غنشارك معكم كل شيء. راكم عارفين هذوك الطليمطات اللي في داك الصالون هما اللي كاينين، قلت ضروري خاصني نزيدني طلميط واحد اخر، طلميط اخرى باش نوعوا بان نتوما براسكم داك الصالون كره طلع لكم في الراس كل مره كتشوفوا هذوك الطلام. وصافي هادشي اللي كاين، غادي نديكم نمشي للصالون ونسرح هذوك الهدايا اللي جابت ليا صاحبتي ونشوف وتعطوني ارائكم. واخا راه الهديه ما فيهاش اراء ولا هذا، المهم تشوفوا داكشي ما تماش زعما كنخزن عليكم. يلا البنات بقاو معايا. اول حاجه البنات غادي نوريها لكم هي هاد السبرديله هادي، راني دشنتها لبستها، عرفتوا كي دايره في اللبسه فن، عجباتني بزاف بزاف، فيها القومه من هنايا وكتعلي شويه مع خصكم قصيره كتبين الواحد عالي. اول حاجه راني لا راني لبستها عفطت بها بعدا، قيستها ونيت خرجت بها نيت البارح ولبستها مع هاد الكسيوه هادي. ها انتم راها مقلوبه تنوريها ليكم، شوفوها شوفوا البنات الكسيوه، غنوري ليكم من بعد. لبستها مع هاد الكسيوه، عرفتوا كي كتجي في اللبسه واعره. شي بنات اللي غلاضات واللي زعما ما كيلقاوش البوا ديالهم يلبسوا عكساوي، خرجوا من باب واسع. انا كنحاول باش ننقص الجينات ما نبقاش نلبسهم بزاف، لان البوا ماشي ديال الجينات. وهذا بالنسبه للكسيوات، راه تقدري تلبسي لاكين اللي تجمعك وتلبسي معها هاد بحال هاد الكساوي هذا، وكاين اللي طوال حتى هذا حتى للركب فايتين حتى للرجلين. هادي لبست معها نيت هذيك السبرديله، عرفتوا كي جات فنه. دابا انا كنتشارك معكم بحال خواتاتي وصافي، مازال غادي نوريكم اشنو خدات ليا. حتى راه خدات ها نتوما شوفوا البنات صبيبات، هذا باقا ما خرجتش بيه، تنشوف اشنو غادي نلبس معاه. فشكرا بزاف حبيبتي الهلا يخطيك. انا راني تطلبت منها الاذن، قلت لها واش زعما نوري البنات، نقول لهم، قالت لي ماشي مشكل، وراه ما كاين لا كولابوراسيون لا والو، باش تعرفوا زعما الكولابوراسيون كنكون كنقول لكم راه فلانه ولا هذا شي وحده كتعرفوا، اما هذه صاحبتي انا كنعرفها انا. غادي نوريكم عاوتاني السبرديله الاخرى اللي خدات ليا. ها انتم البنات شوف هذه السبرديله الاخرى، عرفتي مسكينه قالت لي غير قولي اشنو بغيتي وصافي. وما واش غنقول لك، هي كل عام مسكينه كدير لي الخاطر مسكينه، وكتاخذ لي كادوات بمناسبه عيد الميلاد ديالي. زعما حنا بيناتنا هذا الشيء ما كنكون ما يعني بيناتنا شي حاجه اللي كبار من الصداقه، يعني ما عرفتش واش غتكون فهمتوني ولا لا، ولكن شوف اشنو كاين هنا. ثم هذه كسيوه واحده اخرى، هذه خاصني نشوف معاش نلبسها.
ما نجيش نلبسها بوحدها لانها قصيره. هذه كتبغي دوك اللايبات اللي كيكونوا كحلين وغلاض، ويمكن هذه كتلبس في الشتاء. هذه خدات ليا واحد الصغيريك، ها هو استكرد الشنتو حتى هو هزيته، خدات ليا هذا، ها هو راه حطيت فيه داك الاغراض ديالي. هاد الصاك هذا البنات راه معاه السلسله ديالو، وخدات ليا هذا بينك بانتر. تخيلوا تبينك بانتر تاهو مسكينه خداته ليا، قالت لي باش ديري السويرتات وهذا. انتما البنات شوفوا صويك، وخدات لي واحد الحاجه اللي زوينه بزاف البنات، زوينه خدات لي غرام ريحه فنه. دائما ديما كان زعما كنحلم انني نشريها، غير هي شويه غاليه في الثمن، ما كنتشجعش نهائيا باش نشريها. تقريبا غتكون دايره شي 700 درهم. عرفتوا البنات ريحتها كي دايره؟ يا سلام يا سلام، انا ما كنرشاش كنشمعها من هنا. عرفتوا الريحه ديالها كيفاش دايره البنات؟ خطيره 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 واعره. اشنو خدات لي؟ خدات لي معاها مسك طهاره، وواحد الزيت ملي كتكوني هكاك مدوشه ولا كتكوني باغا تخرجي كدهني به الجسم ديالك والشعر ديالك الا بغيتي. ها هو هادو، هذا مسك الطهاره. هادو هذا كيتدهن به الاطراف ديالك هكا هنايا، عنقك، يعني في جميع المناطق ديالك. هنا هادو حتى هما بحال هاد الدور ديال هذا، وهذا هو الزوين كاع. قالت لي هذا راه زوين، هذا حتى هو كيتدهن به اللحم، وكيعطي واحد الريحه زوينه للجسم ديالك، الريحه كتكون فيك زوينه، وكيتدهن به حتى الشعر. الا بغيتي هكا دوزي شويه في يدك ودوزيه على شعرك، يكون شعرك دائما كيبقى فيه واحد الريحه زوينه. المهم هادو عكادوات ديالها، هي شارياهم بحال اي واحد. راكي هادو راه كيكونوا كيتباعوا في بلاصه فين كيتباع الريحه ديال العود، زعما اللي بغات تمشي تشريهم راه غتلقاهم غير في البلاصه فين كيتباع الريحه ديال العود. فغادي كنشكرك بزاف بزاف من هنا، واخا راني شكرتك بيني وبينك، ولكن قدام متابعين ديالي والله الا شكرا بزاف بزاف. هاد الهدايا ديالك يعني الصداقه اللي بيني وبينك راه بألف هديه، ما تجي في بلاصتها حتى شي هديه. شكرا بزاف بزاف، ونردها لك في ساعه الخير ان شاء الله. وهذا الشيء اللي كاين جاتني في هاد الوقيته البنات، اللي كاين هاد المشكل هذا، الله يصوبو صافي، والله كاع هاد الوساد على خير وبخير يا ربي. ونتمنى انكم حتى نتوما البنات تداعوا مع هاد السيد، ينوض ويفيق وسيدي ربي يطول ليه في العمر ويزيد مازال يكون ان شاء الله في العمر بقيه. وغادي نحبس معكم هنا البنات، سمحوا لي بزاف بزاف ما طيبت لكم، ما كناكلوش حنا براسنا، ما كناكلوش. غادي نمشيو دابا للكلينيك نشوفو السيد، غنمشي نبدل وداكشي، نمشيو دابا للكلينيك نشوفو السيد، وغادي نجي في العشيه باللي فيا غادي نصور لكم في قيقصاص ديال عيشوره، نحاول ندير لكم مالحين بوحدهم حلوين بوحدهم باللي فيا، زعما ما نكذبش عليكم، لانني فعلا طولت الغيبه، ما بقيتش كنحط بحال هكا هادشي ديال شهيوات ولا هذا. فسمحوا لي بزاف بزاف، للضروره احكام. وانتوما الا ما زعما انتوما، انا متاكده انكم غتراعيو الظروف ديالي، لانكم انتوما معايا ديما، يعني معايا ديما وكل نهار تقريبا. غنحاول نرجع بقى نحط كل نهار، لان غير ديك المشيه اللي كنمشيو للكلينيك هي اللي وكنجيو في العشيه هي اللي كتخليني ما كندير. شوفوا عوجهي وريكم العربون. يلا البنات كنبغيكم بزاف بزاف، الهلا يخطيكم عليا. وهانتوما هاد الطوينكات حتى هي راه جابتهم ليا، راني قيستهم. كنبغيكم بزاف بزاف، والسلام عليكم.